بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين المعصومين ورحمة الله تعالى ورضوانه على الصحب الكرام المنتجمين السلام عليكم مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة كربلاء الفضائية ورحمة الله تعالى وبركاته نحييكم أطيب التحية ونلتقيكم في حلقة جديدة من برنامج أفلا يتدبرون القرآن عنوان حلقتنا لهذا اليوم عدم الأمن من عذاب الله وأيضا هناك تتمة للحديث عن وسائل إبليس لعنه الله تعالى في إغواء وإغراء البشر أما موضوعنا فيبدأ إن شاء الله تعالى في حلقة اليوم بالتلاوة والتدبر بالآية الخامسة والستين من سورة الإسراء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله انه كان بكم رحيما واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه فلما نجاكم الى البر اعرضتم وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ ۗ او يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا ام امنتم ان يعيدكم فيه تاره اخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين المعصومين. مرحبا بكم من جديد ايها الاخوه والاخوات. لما بين الله سبحانه وتعالى لابليس انه بانظاره تعالى اياه ان يعيش الى يوم الوقت المعلوم بامكانه ان يستفز من يستفز من بني ادم من ذرية ادم بصوته الذي بيناه في الحلقه الماضيه بالغناء ب الدعوة إلى الفساد إلى الباطل إلى الكفر والعياذ بالله و... واللهو أمثال هذا وأن أن يشاركهم بالأموال والأولاد سواء كانوا بالزنا أو وأموال السرقة والرشا والحرام بأنواعه أو أن يسموا أبناءهم بأسماء شيطانية والعياذ بالله كان يسموه كما أشار القرآن الكريم في موضع آخر فيسمون الولد مثلا عبد الحارث يوسوس إليهم الشيطان يقول إذا سميتموه عبد الحاء أو الحارث هي كنية الشيطان والعياذ بالله فيقول لهم إذا سميتموه بأسماء الله يموت يعني أقصد عبد الله مثلا أو بالأسماء المشتركة بين الله تعالى وعباده مثل كريم ورحيم ولكن إذا سميتموه عبد الحارث وكذا وكذا لا يموت يعيش أو أن يشاركهم في أولادهم بأن يوسوس إليهم بأن يعلموهم سبل الحرام وسبل المعصية والكسب الحرام وفعل الحرام بأي شكل من الأشكال وقال لهم قال له تعالى بعد ذلك وعدهم فعل امر من وعد يعد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا كل ما يمنيهم به الشيطان ويؤملهم فهو مجرد غرور يخدعهم به يقول لا عذاب ولا قيامه ولا اخره وكل الناس يفعلون ذلك فلما انتم حتى يوقعهم في المعاصي ثم قال تعالى بعد ذلك مخاطبا ابليس ان عبادي ليس لك عليهم سلطان وعباد الله هنا تشمل ثلاث طبقات او ثلاث درجات من الناس الطبقه الاولى هي طبقه الانبياء بتفاضل بينهم وربما بعض أولياء الله تعالى من غير الأنبياء لهم درجة أعلى من الأنبياء كما حصل بين موسى والعبد الصالح عليهما السلام فإن موسى كان يتعلم من, من هذا العبد الصالح والعبد الصالح يرفض مصاحبته آه لأنه لا يصبر على ما لم آه يحط به خبرة كما في سورة الكهف وسيأتي إن شاء الله تعالى لكن على العموم الانبياء هم الطبقه الاولى وياتي بعدهم طبقه الاوصياء والخلفاء والائمه صلوات الله عليهم لكل نبي او من كل نبي، لكل نبي اوصياء كاوصياء ابراهيم عليه السلام، اوصياء محمد صلى الله عليه واله، اوصياء عيسى عليه السلام، اوصياء موسى وهكذا لكل نبي امناء وخلفاء وائمه واوصياء يحفظون هذه الرسالة التي بعث بها ويوصلونها إلى عموم البشر ليهلك من هلك عن بين ويحيا من حي عن بين ولكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل الطبقة الثالثة من عباد الله المشار إليهم هنا هم العلماء العاملون والصالحون والمخلصون ومنهم الشهداء في سبيل الله هؤلاء طبقة لا أنبياء ولا أئمة وخلفاء وأوصياء لكنهم ساروا على هدي الأنبياء والأولياء صلوات الله عليهم ونذروا أنفسهم لعبادة الله وللتضحية ولذلك تحدث القرآن الكريم عن الشهداء بأجمل ما يكون وأحسن ما يكون وبين منزلتهم وقسم الناس على هذا على هذا الاساس في سوره النساء كما سبق ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين هذه الطبقه الاولى والصديقين الائمه من كل مع كل نبي كما في البخاري في التاريخ وفي جمهور المفسرين لما يقفون عند قول الله تعالى آه وقال الذي آمن آه وهو مؤمن آل فرعون أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله إلى آخر ما موجود آه وإن الآخرة هي دار القرار في سورة غافر يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وآله الصديقون ثلاثة حزقيل أو حزبيل مؤمن آل فرعون وحبيب النجار مؤمن آل ياسين مؤمن عيسى عليه السلام وعلي بن ابي طالب وهو افضلهم كلهم ذكروا عباره وعلي بن ابي طالب افضلهم افضل الصديقين يعني افضل من الذي من الذي اشار اليه القران الكريم في سوره ياسين صلى الله عليه واله وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين هذا مؤمن ال ياسين مع عيسى عليه السلام ومن حزقيل أو حزبيل الذي دافع عن موسى عليه السلام وقال إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين وعلي بن أبي طالب أفضل باستثناء البخاري على ما أذكر في التاريخ ليس في الصحيح إما في الأدب الكبير أو في التاريخ والأكثر في التاريخ لكن ذكر الحديث وما ذكر وهو أفضلهم فقط هذه العبارة لم توجد فيه لعلها سقطت او حذفت تعمدا والله تعالى اعلم. على كل فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين الطبقه الاولى والصديقين الأم الائمه صلوات الله عليهم الخلفاء والشهداء الذين يقتلون في سبيل الله والصالحين من غير النبيين ومن غير الصديقين ومن غير الشهداء ليس كل صالح يستشهد في سبيل الله. فبهذا التقسيم يدخل الناس اليوم القيامة الجنة، أهل الجنة يدخلون تحت هذه العناوين الأربعة. إما يدخل بعنوان أنه نبي وإن كان شهيدا في سبيل الله، وإما أن يدخل بعنوان صديق وإن كان شهيدا في سبيل الله، كعلي بن أبي طالب عليه السلام، كالحسن، كالحسين، كسائر الأئمة صلى الله عليهم أجمعين، هم صديقون وإن كانوا شهداء، لكن يدخلون الجنة بعنوان أنهم صديقون. والشهداء المقتولون في سبيل الله الذين ليسوا من النبيين وليسوا من الصديقين، لكنهم صالحون واستشهدوا في سبيل الله. والرابع او الطبقه الرابعه او النوع الرابع هم الصالحون لكن لا هم من النبيين ولا هم من الصديقين ولا هم ممن استشهد في سبيل الله. هؤلاء يدخلون الجنه بعنوان انهم صالحون لانه ليس كل صالح ليس كل صالح نبيا وليس كل صالح صديقا وليس كل صالح شهيدا في سبيل الله. فقال تعالى: فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. فهنا يقول تعالى: ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. الشيطان لا يستطيع ان يوسوس لنبي ولا لامام او وصي ولا لمن نذر نفسه ان يستشهد في سبيل الله، هذا هو غادر الدنيا اصلا، اصلا الدنيا ما كانت تعني في نفسه شيئا، فكيف يوسوس اليه الشيطان؟ يتسابقون الى الى الاستشهاد في سبيل الله، ورأينا لما صدرت الفتوى المباركه من المرجعيه العليا الرشيده كيف ذهب الشباب يتسابقون ويطلبون الجنه. ولما تعرض المرقد الطاهر لمولاتنا زينب صلوات الله وسلامه عليها من قبل هؤلاء الاوباش الدواعش كيف تسابقوا للذود والدفاع وعرضوا انفسهم فهؤلاء اقبلوا يدفعون النار والرصاص والصواريخ بصدورهم فكيف يستطيع الشيطان ان يوسوس اليهم وكذلك الصالحون من غير الشهداء وفي مقدمتهم العلماء العاملون، فهؤلاء الشيطان اصلا هو يائس منهم، وآيس من ان يحقق وسوسة فيهم او ايقاعا الا من وجد عنده الشيطان حبا للدنيا والعياذ بالله، تجد قد تجد العالم يكون عالما وألف المؤلفات وكتب لكن الشيطان يبحث عن غرة عن موضع عن مفتاح يدخل إليه فيه فعند ذلك تجده يعني بدل أن يدعو إلى الصراط المستقيم يشوش على الناس ويلقي الشبهات ويجعل الناس في حيرة من أمرهم ايصدقونه أي ام لا يصدقونه؟ واساس هذا حب الدنيا كما قال رسول الله صلى الله عليه واله حب الدنيا راس كل خطيئه. ان عبادي ليس لك عليهم سلطان والسلطان هنا الحجه ما تستطيع ان تاتيهم بحجه تقنعهم بها كما اقنعت عوام الناس او كما تقنع عوام الناس وليس لك قدره على اغوائهم. ولذلك حاول الشيطان مرارا مع الامام زين العابدين عليه السلام مرارا تاره يذكره يعني يلقي في الروع من بعيد من قريب انه قتل ابوك ما الذي استفاد ما الذي, الذي استفدت انت؟ ما الذي كذا؟ ما الذي كذا؟ واذا بالامام لا يلتفت اليه ولا يلتفت الى محيطه اذا انقطع الى الله فيروى ان ابليس ممن اعترف وقال له يعني قال او قال له هذا زين العابدين لانه ما وجد اليه سبيلا وهكذا رسول الله صلى الله عليه واله هو سيد الانبياء وسيد من عبد الله سبحانه وتعالى وهكذا كان ائمه اهل البيت عليهم السلام وكذلك العلماء المخلصون للذين كما قال الامام علي عليه السلام ينصبون حباله الدين لاصطياد الدنيا تحت عنوان متدين يريد ان يحقق الدنيا اموالا وغير ذلك، لا الذي فعلا اخلص لله تعالى هذا هو الذي الشيطان يائس منه ولا يستطيع ان يصل اليه. وكفى بربك وكيلا وكيلا توكل اليه الامور وهو الذي يدافع عن عباده وان الله يدافع كما في سوره الحج ان الله يدافع عن الذين امنوا. والوكيل الذي تكل إليه أمورك ونحن عندنا في الأدعية في الدعاء نقول اللهم لا تكلني إلى نفسي ولا إلى غيرك طرفة عين أبدا لأنك إذا وكلتني لأن, لأن الله تعالى إذا وكلني إلى نفسي أو إلى غيره تعالى هلكت من ذا يقوى على حفظ الإنسان وعلى حمايته وعلى تسديده غير الله سبحانه وتعالى ثم يقول تعالى ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر يزجي يدفع ويسوق بفعل الهواء علمكم أن تصنعوا الفلك والفلك يشمل الواحد والجمع والمثنى يعني الفلك اسم جنس يقع على الواحد ولا مثل كلمة تمر تمر تقول للتمر الواحد تمر ولي الأكثر هذا يسمى اسم جنس ولذلك هنا يقول الفلك يقصد يعني في في موضع قال وترى الفلك في سورة فاطر على ما أذكر وترى الفلك مواخر ولم يقل ماخرة لا مواخر جمع وقال الفلك وفي سفينة نوح عليه السلام قال تعالى أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون مفرد ولم يقل في الفلك المشحونة أو المشحونات لأنه يقع على الواحد والجمع ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله الفلك وسيلة من وسائل التنقل ومن وسائل كسب الرزق باستخراج اللؤلؤ والمرجان واصطياد الـ الـ السمك وكذلك في التنقل من مكان الى مكان ونقل البضاعه وامور كثيره يعني كما يسمى اليوم الطريق البحري او الملاحه يعني وهذه نعمه كبرى ان الله سبحانه وتعالى مكن الانسان ان يخوض في هذا البحر المتلاطم الامواج الذي اذا يعني لم يحفظه الله سبحانه وتعالى يهلك ويغرق في اعماق هذا البحر واذا به يستخرج يستخرج انواع الرزق وكما قال تعالى لحما طريه يعني السمك وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى انه كان بكم رحيما هذا من رحمه الله تعالى يعني إن الله تعالى كان بكم رحيما ومن رحمته بكم أن سخر لكم البر البر والبحر والجو كل شيء مسخر لكم وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه هذه صورة عجيبة يرسمها لنا القرآن الكريم هناك مواضع الإنسان ما يرجو شيئا الا الله سبحانه وتعالى. مثلا انت في الطائره والطائره في الفضاء تعرضت الى مطبات او الى امطار كثيفه او الى سحب وامور من هذا القبيل يعني سوء الاحوال الجويه وتخشى ان الطائره ممكن ان تنفجر ان تصطدم هنا لا هو مثلا طريق بري وتنتظر من ينقذك أو أن السائق يتوقف أو تقول تتكلم مع أحد أنت في الفضاء معلق في هذه اللحظات ينطبق عليك هذه الصورة ضل من تدعون إلا إياه يعني ضل عنكم أي أحد يمكن أن ينفعكم ويمكن أن يهدئ من روعكم ويمكن أن ينجيكم إلا الله سبحانه وتعالى ضل من تدعون إلا الله وكذلك في البحر أنت في هذه البحار وفي هذه المحيطات إذا كنت في وسط البحر وجاءت رياح شديدة وحركت الأمواج والسفينة تكاد تنقلب أو تكاد تغرق وكما سيأتي إن شاء الله تعالى في سورة النور أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور في في مثل هذه الحالات ماذا يفعل الإنسان؟ فيقول تعالى ضل من تدعون إلا إياه هنا الإنسان يلجأ إلى الله فقط لأنه لا الذي معه ولا قائد السفينة ولا السفينة نفسها يستطيع ان يعتمد عليها او ان يتكل عليها. ظل يعني ذهب وذهبت فائدته ولا تستطيع ان تنتفع به الا الله سبحانه وتعالى. ظل من تدعون الا اياه، لكن اذا دعوتم الله هو وحده الذي يلقي في قلوبكم الطمأنينة ثم ينجيكم سبحانه وتعالى واذا بالطائرة او السفينة ترسو وتهبط بسلام وبأمان كما حصل مع نوح صلوات الله عليه وسلم عليه قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وإلا نوح عليه السلام كان في سف في سفينة وفي مياه متلاطمة الأمواج بارتفاع الجبال وهي تجري بهم في موج كالجبال والسفينة بين موجة كالجبل وموجة أخرى كالجمل لكن ماذا قال أول ما ابتدى وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وقرئ مجراها ومجراها على كل هذه الصورة تحتاج إلى تأمل لكن الإنسان ما إن ينجيه الله سبحانه وتعالى بأن يشفيه من مرضه أو أن يقضي دينه أو أن يحقق له مراده أو أن ينجيه من البر أو البحر أو من الفضاء وإذا به يعود إلى الذنوب والمعاصي ويتنكر لهذه النعم الإلهية نذهب إلى فاصل مشاهدينا الكرام ثم نعود وأيضا نستقبل ما لديكم من أسئلة ومساهمات تابعونا بعد فاصل قصير لي طينة لي طينة من أديم الأ آه جينت إن يفرحوا فرحت إن يفرحوا فرحت أو يحزنوا حزنت إن يفرحوا فرحت أو يحزنوا نفسي وأنفس أهلي بالولاء فطرت لا عذب الله كان لي والد وكان لي والد وكان لي والد يهوى أبا وحسن حسن ذي ودا أهوى أبا وحسن فصرت من ذي ودى فصرت من ذي ودا أهوى أبا حسن أهوى أبا حسن بعل قلبي تعلق دوم وهو 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 وعلى اعتاب وعلى اعتاب أطيح بشوق وهو وهو الكعبة تشرف العباد وهو 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 شرف شرف للكعبة حمايل الحمية مرحبا بكم مشاهدي الكرام من جديد تظهر لكم الآن الأرقام على الشاشة وبإمكانكم أن تتواصلوا معنا وإذا مسكم الضر طبعا الضر من مخاوف الغرق وعدم استقرار المياه وارتفاع الأمواج أو خلل في السفينة في وهي مركبكم في البحر أو أي خطر من, من هذه المخاطر وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. لا أحد يستطيع أن ينفعكم ولا أحد يستطيع أن ينقذكم إلا الله سبحانه وتعالى فلما نجاكم إلى البر بأن استقرت الأمواج ورست السفينة على الشاطئ ونجاكم أخرجكم إلى المنجى إلى البر نجاكم إلى البر أعرضتم بدأ الإنسان يعرض عن ذكر الله تعالى، عن شكر نعم الله سبحانه وتعالى، عن انسانيته التي عادت اليه حينما تعرض الى الغرق في البحر، واعرض عن كل ذلك وعاد انسانا مغرورا، انسانا متكبرا، انسانا لا يعنيه الا نفس لا يعنيه شيء الا نفسه. اعرضتم وكان الانسان كفورا كفورا مبالغه في كافر وهنا بالتحديد الحديث عن كفر النعم لان الله تعالى يقول واذ تاذن ربكم لئن شكرتم يعني شكرتم النعم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد وكان الانسان كفورا سرعان ما ينكر فضل الله تعالى وكم من نذر نذره وقال ربي إذا قضيت لي الحاجة الفلانية لأكونن من العابدين إذا شفيتني إذا كذا نعم من باب الأخ أبو الحق تفضلوا دكتور تحياتنا وسلامنا لكم حياتنا وسلامنا عليكم حياكم الله أبو الحق تفضلوا دكتور الآية 21 من سورة الحسن نعم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشئا متصدئا من خشية الله نعم وتلك الأمثال نظرها للناس لعلهم يتفكرون ما دلالة هذه الآية العظيمة وهل إن الجبال عرقوا أحكاسا من البشر طيب وصل السؤال حياكم الله حياكم الله عليكم. الله يحفظكم بارك الله فيكم الله يحفظكم نعم، إن شاء الله سيأتيك الجواب بعد دقائق قليلة إن شاء الله. وكان الإنسان كفورا، كثير الكفر والعياذ بالله، لأنه إذا قال بقوتي نجوت وبحولي وقوتي نجوت لا بحول الله تعالى وقوتي هذا كفر. وإذا لم يشكر النعمة هذا كفر مع أنه في وقت المحنة تجد أن النذور ما أكثرها لا اكون لأكونن لا اكون شاكرا لا اكون لأكونن لا اكون لا اكون وما ان ينتهي من شدته او محنته او من مرضه حتى نسي ذلك وعاد وكانه هو الذي يدير هذا الكون هو الذي يدير هذه الدنيا يقيمها ولا يقعدها وهذا من غرور الانسان وطغيان الانسان والعياذ بالله أفأمنتم هذا سؤال إنكاري همزة همزة استفهام آه إنكاري يعني ينكر الله تعالى عليكم أن تأمنوا العذاب أن تأمنوا بطش الله تعالى بكم وقد علمتم ماذا فعل بالأمم الماضية علمتم ما فعل بالأمم الماضية أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أنتم علمتم بالأخبار المؤكدة أن الله تعالى خسف بقارون وبداره الأرض فخسفنا به وبداره الأرض وخسف الأرض بقوم لوط عليه السلام اقتطع الأرض التي يعيشون القرى التي يعيشون عليها اقتطعها بضربة من جبريل عليه السلام بإذن الله اقتطعها من باقي الأرض ورفعها إلى السماء ثم قلبهم رأسا على عقب فسموا بالمؤتفكه او المؤتفكات يعني المنقلبه ومنه قيل للكذب افك لأنه قلب للحقائق وتزوير للحقائق فأنتم من اين اتاكم هذا الامان وهذا الامن ان الله تعالى لن يخسف بكم جانب البر طرفا من اطراف البر من اين لكم وتفسدون في الارض وتكفرون وتعصون الله تعالى وتنكرون نعمه عليكم وتؤذون عباد الله وتعثون في الارض فسادا وتفعلون ما تفعلون وكانه عندكم يعني صك امان من الله سبحانه وتعالى انه سوف لن يخسف بكم جانب البر. افأمنتم ان يخسف بكم جانب البر او يرسل عليكم حاصب الحاصب الحجارة وحصبه بالحجارة إذا إذا رماه بها نعم زينب من كربلاء تفضلوا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تفضلوا زينب آه سؤالي الياء بالقرآن الكريم ليش ما بها نقاط في الزحمة؟ يعني من يعني بعض الياءات تقصدين نعم لا أكثرها أكثرها يعني كل نعم. كل القرآن كل ما بيها نقاط وصل السؤال حياكم الله شكرا لك شكرا جزيلا شكرا حياكم الله. حياكم الله ان شاء الله بعد قليل أو يرسل عليكم حاصبا والحصباء في اللغة الحجارة الصغيرة بأن ترمون بهذه بهذا الحاصب الله سبحانه وتعالى أحيانا يسلط الريح التي تعرف بالأعاصير هذه ريح الإعصار في الأصل هو ريح تنفتل فتأخذ معها الحجارة لخاص من بغداد تفضلوا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تفضل القاسم شيخنا بلا زعم أريد أسأل سؤال أنا نعم تفضلوا أسأل الفرق بلا زعم بين الخطيئة والسيئة والذنب والمعصية شنو معناها نعم هذا واحد سؤال ثاني بعض الأدعية وبعض الزيارات ما يكون اسم صديقة طاهرة مثلا اللهم انت السلام ومنك السلام يا انت السلام عليك يا النبي رحمة الله وبركاته السلام علينا السلام على علينا بعدين السلام على الحسن والحسين السلام على الصديقة ماكو طيب سؤالي. نعم سؤال الثالث بلا زحمة القرآن الكريم في بعض الأدعية ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ما يتبع المؤمنات هو أحيان أحيان يأتي في مثل في آخر سورة نوح عليه السلام رَبِّ اغفر نعم. لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات آه عفوا و نعم ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين نعم. والمؤمنات ولا نعم. تزد الظالمين الا تبارا واحيانا تباره. واحيانا يكتفى بالمؤمنين لعله ساذكرها لك ان شاء الله تعالى الان حياكم. حيا. حياكم. حياكم حياكم الله حياكم الله أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبة فالحصبة أحيانا تنقل مع الريح المنفتلة كما قلت لكم فهذه الريح تأخذ معها كل حجارة صغيرة أو أو حصات صغيرة فتدمر ما تمر عليه من من زروعهم من ممتلكاتهم لأنها كالرصاص وكان الطير الأبابيل الذي أهلك الله تعالى به ابره الحبشه وجيشه كان ياخذ هذا النوع ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف مأكول يعني الان ترون الاعاصير التي تحصل سواء بصحبه الامطار او بالرياح الشديده الذي يجري في العالم شرقا وغربا وهذا كله وعيد من الله سبحانه وانذار لعلهم يرجعون لعلهم يتوبون لعلهم يتركون الظلم والبطش والفساد لكن للاسف ما يزيدهم الا نفورا ثم لا تجدوا لكم وكيلا لا تجدوا من يدافع عنكم من تكلون اموره اليكم من يحميكم من هذا النوع من البلاء او او نوع من هذا النوع من العذاب ابدا ام امنتم ان يعيدكم فيه تاره اخرى لما نجاكم الى البر وكفرتم من يضمن لكم ان الله تعالى يعيدكم مره اخرى فيبتليكم بالذي ابتلاكم به في البحر واذا نجاكم من الخسف بعد ان وقع بكم في البر من يضمن لكم ان الله تعالى يعيدكم فيه مره اخرى يعني مجرد ان ينجيكم من العذاب تنسونه ما مضى و يعني في تعبير القرآن الكريم مرَّ كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح، القاصف الكاسر الذي يؤدي إلى الكسر والانكسار، وقيل هو الرياح الشديدة التي يختلُّ معها نظام الحياة عند الناس فيغرقكم بما كفرتم اذا جاءت الرياح الشديدة لا سفينة تنفع ولا فلك ولا غير ذلك فما يجدون انفسهم الا في الغرق والغرق انواع تارة في السفينة تارة ما حصل لفرعون وجنوده بان جعل الله تعالى البحر يبسا وجعل فيه طريقا لموسى واصحابه عليه السلام، لكن لما رآه فرعون لم لم يتب ولم يرتدع، تبعهم، فلما خرج موسى واصحابه اعاد الله سبحانه وتعالى البحر عليهم واغرقهم جميعا. فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم، يعني بسبب كفركم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا لا تجدوا من يدافع عنكم، لا تجدوا من يطلب بثاركم ودمائكم هناك في الحالات العاديه هناك تبعات توجد من يعني يوجد من ياخذ بثارك بدمك لكن اذا كان المعذب والمعاقب هو الله سبحانه وتعالى فمن يتبع امر الله تعالى ويقول يا رب اريد الديه او اريد تبعت هذا الفعل كما قال تعالى في آخر سورة الشمس في قصة في على يعني ذكر السريع لقوم صالح سلام الله عليه كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها الله سبحانه وتعالى أولا لا يفعلوا إلا الحق فبالتالي مم مما يخاف الله سبحانه وتعالى وفيها تفصيل نأتي إليه في حينها إن شاء الله تعالى نأتي إلى أجوبة الإخوة والأخوات وإذا بقي وقت نكمل الحديث عن الآيات الكريمة الأخ أبو الحق من بابل قول الله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله حقيقة لان القران الكريم لا يتحدث عن مجاز ادبي او شعري يتحدث عن حقائق وعندنا دليل ان موسى عليه السلام لما قال له بنو اسرائيل لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره علانيه فقال ان الله لا يرى قالوا نريد ان نسمع هذا من الله فقال رشحوا من تثقون به منكم فاختار من قومه سبعين رجلا القرى يقول اختار قومه سبعين رجلا كل رجل يمثل جماعة تثق به وجاء بهم إلى حيث يكلمه الله سبحانه وتعالى وكان الطور أو الجبل قريبا منه فقال الأخ علاء من كربلاء تفضلوا عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمه الله، تفضلوا على الله يحفظكم. إن إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. نعم. وفي آل عمران لما تتحدث الآيات عن الشهداء فرحين بما آتاهم الله. نعم. هاي حياكم الله، حياكم الله، حياكم الله، شكرا لكم. فقال لهم موسى عليه السلام: اتقوا الله ان الله لا يرى، قالوا لا اطلب هذا من ربك لنسمعه بانفسنا. فقال ربي ارني انظر اليك. فجاء الجواب من الله وهم يسمعون. قال لن تراني، يعني ابدا لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه، هنا شاهدنا، ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فسلط الله تعالى نورا من نوره والقرآن نور لقد جاءكم من الله نور وكتاب تقريبا هذا لفظ الآية أو لقد جاءكم من الله نور أو نور من الله وكتاب لا أذكر لفظ الآية بالضبط فهذا الكتاب نور والنبي نور صلى الله عليه وآله اذا وكذلك الى صلى الله عليهم انوار جميعا معنى فلما تجلى ربه للجبل قيل ان الله تعالى سلط نورا خلقه بمقدار ثقب الأبرة على الجبل فجعله دكا لم يحتمل نور الله فجعله دكا زال الجبل من مكانه وخر موسى صعقا ميتا يعني كالميت او ميتا ومات معه هؤلاء القوم. ثم بعثهم الله تعالى فقال موسى تبت، اي تبت ان اسالك تلبيه لطلبهم والا موسى عليه السلام يعلم يقينا ان الله تعالى لا يرى. فالجبل لم يحتمل هذا النور القليل والقران الكريم يقول الله تعالى فيه ولو ان قرانا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت بل لله الأمر الجميع أي لكان هذا القرآن هذا القرآن سورة واحدة التي هي سورة الحمد قال فيها رسول الله صلى الله عليه واله لو قرأت سورة الحمد على ميت فأحياه الله تعالى لما كان في ذلك عجب فهذا الجبل مهما كانت عظمته لانه نقي من معصيه الله تعالى، لان الله تعالى قال للسماوات والارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين، ومن جمله مكونات الارض الجبال، لا معصيه، فلانه نقي غير متشبث بالدنيا وملاهيها ومعاصيها وذنوبها لا يحتمل هذا القران، لكن الانسان يتعامل مع القران كانه ورق وحبر مع الاسف الشديد، نعم حقيقة هذا القران عظيم واذا ظهر الامام المهدي عليه السلام يخرج ما فيه من الكنوز فتمتلئ الارض باذن الله تعالى قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا، شكرا لك اخي الكريم. آه الاخت زينب من كربلاء المقدسه. هذا على الرسم القديم اختي الكريمه لانه كانت الكثير من الكلمات غير منقطه ورسم المصحف صار يعني توقيفا توقيفا هكذا قدسوا فالحروف الزائده يحتفظون بها مثل مئة فيها الف زائده فيكتبونها وكثير من ال يعني اولئك فيها واو ليست من الاصل هي اولئك من غير واو فقدسوا رسم المصحف فكثير من الكلمات يعني من الحروف تكتب بشكل احيانا الياء ليس فقط من غير نقاط بل غير موجوده ولذلك يضعون خارج يعني اعلى الكلمه اشاره الى وجود ياء مثلا في الكلمه ابراهيم مثلا في بعض المواضع ما فيها ياء اصلا هذا كله قدسوا رسم المصحف لان لان الكتابه في ذلك الوقت لم تكن بهذا الشكل الذي عندنا. للاسف الظاهر ان الوقت انتهى فعندنا الاخ قاسم والاخ علاء ان شاء الله تعالى في في القسم الثاني من الحلقه القادمه بعد الفاصل اذكر لكم الاجابه شكرا لكم الى اللقاء والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.